اخ على وادي هالسمكتك الليله تريحني من الليله على واديك لك هالسمكتك تفوتي على البطنه جوا تريحيني. لا يا امي لا ما بتحبيني لكن يعني لا يا امي برافو عليك يا شاطره بطنه بين اجري يا ليلى بين اجري بتاعه شويه رمل يعني ما بعرف ليش الاجري قوي قلبك حبيبتي قوي قلبك يا سمكه ما بتاكل عالم هيك تعملي حالك تزعاني هذه بالنهايه سمكه لا تخافي ايه قوي قلبك مرحبا فيكم حبايب قلبي كيفكم بتمنى تكونوا كلكم بألف خير انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم نرجع من قلكم رمضان كريم ان شاء الله بينعاد علينا وعليكم وعليك يا مرت عمي بالصحة والعافية والقايل ان شاء الله انتي والسامعين يا رب العالمين ينعاد على كل العالم أمة محمد بالخير والبركة فطورنا لليوم اول مرة بنعمله على القناة يلي هو شو هلا هني شايفوا القريدس بس اليوم الوجبة الرئيسية هي القوانس وينس الدجاج او في ناس قلوب الدجاج الانصت الانصت هيدي الانصي ليلى الانصت تاع الدجاج جايبين نحن كيلو رح نعلمكم طريقه مرت عمي طريقتها خرافيه ما بيجي فيها لا زفره ولا اي ريحه مش محبذه بتطلع الوينس غير الشكل وبنفس الوقت انا كان عندي بالفريزر شويه قريدس فنظفتهم شلت الرمل منهم هلا بدي اعملهم على طريقه مرت عمي يعني القريدس اللي رح تشوفوها اليوم هي على طريقه مرت عمي انا بالعاده بقشره يا مرت عمي وبقليه دغري اما حبيبتي برافو عليكي انك نظفتيني منيح من الرمل هذه نقطه مهمه هلا لا هلا دغري بنحط له مي بس من الرمل الخارجي اذا في رمل الداخلي كمان اكيد اكيد بس ما تخافوا منه اكيد وما تخافوا منه انا قبل كنت خاف منه هلا لا هلا قويت قلبي عشان هيك مرت عمي كسرتي الفوبيا بعبع بياكل ليلى هذا بعبع والله يا امي يا لطيف قلت لي ما بنظفهم مستحيل ما فيني ما اقدر اعمل راس السمكه اول زواجي راس السمكه كنت خاف منه شو رايك حط لنا اياها حط لها بتم ضبعك معكي خبر معكي خبر انه السمك قال ما لها قلب تكم شلاق ولا عم تطلع فيها فيك سمكه غمضي لها عينيا مره جبت لها سمك غمضي لها ماما ماما مره جبت لها سمك قلت لها نط فيه قال لي لك عم تطلع فيني استلمني استلمني ما عم حق اسمع لك ما عم تطلع فيني السمكه وفيك عبوده بتحبها بتاكلها اوه كثير اه اكل بتاكلها بس تنظيف ما بتضبط ايه بس هلا ما شاء الله عليا ما شاء الله هلا عليا وقت الشغل مريضه وقت الاكل وين معلقه العريضه سبعه ملعقه العريضه فعملوا عليكم ما تخافوا منه هلا بدنا نسلقه هلا ركي المي شفتي المي كيف صارت ليلى حطينا طنجره فيها مي على النار هلا قبل ما يغلي يا مرت عمي ايه سقطي سمي بسم الله بسم الله مثل ما هو مثل ما هو هلا ليش بنعمل هالطريقه لحتى اذا في بقايا رمل او في بقايا شيء بينزل وبيحمر لونه بصير بشهي اكثر هلا بصير لونه روز صح بشهي اكثر وهلا شوفي انت حتلاحظي الفرق سبحان الله هالاكله شو طيبه يا مرت طيبه اه هذه اكله غنيه ليلى غنيه يعني عم بحبها كثير تعال شوفي كيف صار لونه احمر ما شاء الله ليكي ايه بيقلب على روز ليكي ما احلى تلون ارجوان شفتي هلا مرت عمي قد ايه بنتركهم على النار هلا بنعد للخمسه فقط يعني ما بدنا نسلقه نحن لكن بتجهز المصفين دغري بس نحلحل هالبقايا اللي بقلب بطنه بس ليلوشة شيلوا بقى حبيبتي انت شيلي انا رايي بالمال بالهاي بالكفكيره بالكفكيره احسن لا مش اذا في لواسه بتضل بكعبه الطنجره ايه اذا لسه في رمل او شيء ليش عملنا هالطريقه اذا في شيء ميكروبي شيء شغله هيك كلها بتروح هلا بتنزل المي بينضف السمك على الاخر ما بيضل علينا الا شغله انه نشيل الخيط تبع الرمل شفتي يغسل عين هلا ما شاء الله مرت عمي بدي اسالك بفتحها عليهم المي البارد تفضلي حيا مثل ما بدك فيكي حيا لا طريقه بقى هلا بدي اغسل خيط الرمل من ظهرهم ما بقى في شيء هلا بتجيب كردون ها ايه وشيل خيط الرمل هلا زلي الطنجره شوفي شوفي بكعبه يلا بسم الله الرحمن ها هلا بنزلها شوف يلا بسم الله ايه ما بعرف اذا مبين البخار ها شفتي شفتي ليلى لا نظفتهم منيح مثل الفله شطوره بتنظيف مثل الفله فريقتهم فرق برافو عليك يا تسليني ما انه نازل رمل بالطنجره احسن زلعان خي ليلى فرجينا كيف عم تقشريهم تقشيره كثير سهل بناخذ القريدس نمسكها من اعلى نقطه هون عند قبل الراس يعني من جسمه اعلى نقطه عن جسمه وبنبرم الراس برمي وحده لحاله بينقطش وبنمسك من هون القشره وبنبرمها هي لحالها بتتقشر بكل سهوله ما بتعذب ابدا حلو
اخ على واحد هالسمكة هيك الليلة تريحني من الليلة على واحد هيك لك هالسمكة تفوتي عقل بطنة لجوا يا ويلي لا يا امي لا ما بتحبيني لكن يا لا يا امي شو تاكل انا ما بروح بحالي نرجع نرجع بنطلعها من السمكة هي زيتها ليكو ليكو يلي قشرتها شايفين انا بترك الدنب تاعها بترك الدنب لانه بالاكل اسهل بنمسكها من الدنب وبناكلها فشايفين كثير سهل هلا من بعد ما خلصنا القريتسات خليتهم انا بالمصفيه ليصفوا من المي شوي بلشنا بالقوانس ما شاء الله مثل الثلج يا مالت عمي اسم الله يجزي العين ما بدهم شيء بشهوا ما شاء الله رح نقطعهم هلا بنقطعهم ايه عم اقطع غسليهم دغري على المصفيه بنغسلهم على المصفيه على المصفيه دغري يلا وانا بجيب المقله وبحطها على الغاز فيكم انتم تغسلوا القوانس مثل ما بنغسل الدجاج عصره حامض ورشه زنجبيل بودره وما بيخلي فيه اي زفاره صح صح ايه وهي المقلة حطيناها على الغاز هلا هيرناها لبنا ما انت غسلتيه حطيناها على المصفية تمام فيك تقطعيهم فيك ما تقطعيهم ليلى خليهم هيك فيك ليكي هن مقطعين تقريبا يعني لانه لاحظري ليكو ليكو طيبين رخصين صغار دجاجاتهم صغار لانه قلبهم كبير عاطي عرفتي كيف قلبهم ناعم خفيف بسم الله يجزا العين ما شاء الله شفتي بيشهوا ليلى وريحتهم من هلا حلوة ريحتهم كثير حلوة ريحتهم لانه نظافة الفلفل المهم هن يكونوا جايبينهم طازة ما يكون له وقت عند البيع الجاج برافو عليكي يا ليلى او بالسوبر ماركت برافو عليكي هلا فيك تقطعيهم يعني كل حبه اثنين اثنين ما تصغريها كثير ماشي مثلا هيدي اثنين انت وماشي ماشي يلا هلا بنصغر القوانس على قد ما بنقدر يعني مثلا اذا قطعه بهيك حجم بتركها بعملهم كلهم على هذا القياس شايفين اساسا هو جاي مقطع لكن ما تعمي ما بيعصب تمام بسم الله يلا جيبيه لهون على المقله ما عم بجيب لك سمنه؟ لا سمنه ولا زيت من اول ليله بلا سمنه ابدا بنحطهم هن ونغطيهم والله هي معلومات مهمه لكن هيدي حتى لانه ببقوا مي هن هلا مشان ما تزفري ايديك يلا سمي بسم الله يا شاطره حطيهم بسم الله الرحمن الرحيم نقلي حامية ولا بارد؟ لا لسه هلا بنشعل ما لها مشكله يلا حط يعني على البارد بنحطهم على البارد ايه شوفي هونيك شوفي هونيك بالطنجره لا تحترقي يا مات شفتي اسم الله كيف اخذوا ريحتهم اسم الله بالمقله ليلى بسم الله الرحمن الرحيم هاي البطاطا عم تنقلى بطاطس بسم الله هي احترقت ولا لا 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 ما بتعرف بعيديها هيدي يلا شعلي بسم الله لانه هيك مبينه النار قريبه من البلاستيك عن جد لا بس هي بعيده هي بعيده شيلي حبيبتي هذا بس بدي منك بشغله حطي لي هون صحن وملعقه سمح عمرك ماشي يلا انا بحب خلي الصحن على طول الملعقه عليه بسم الله الرحمن الرحيم هلا بنجيب الغطا بنغطيه ما بنحط ملح ولا شيء ولا بنقلبها ولا بنقلبها هلا بنغطيه وبنشوف كيف هلا بتبق مي هي والنار قويه هلا شغلنا النار تمام هيدي تركات مهمه تمام هلا بس تبق ميتها بنزل المي وبنطبق بهالوقت انا رح اعمل الزوبع الزوبع يلي ما فيني بلاه لا انا ولا هدي حتى ما تعمي بتحبه زوبع كمان يعني زعتر رح اغسله وافرمه لا مش افرمه نقيه وافرم له البصله وجهزه صحن التصقية حبيبتي انا صحن تصقية غير شكل رمضان بلا تصقية هيد ايوه ما انا محسوبة ما انا محسوبة ابدا شو هو التصقية بس حتى نقول التصقية هي الخبز اللي ماما فتة هن بيعرفوها بالفتة الحمص صح فتة حمص فتة حمص كنت تعملوها بلبن ولا بطحينة؟ بلبن وبطحينة هلا مرت عمي رمضان؟ انا بخلطها لانه الطحينة رمضان تقيلة وحدة بنحط شوية لبن معها بنكسرها كسل ايوه بنحمص هالخبزة وبنعمل صحن هلا خبز عليه رشة حمص لتاكل صوص هلا على الفطور صوص لبن يعني زبادي او يوغرت مع طحينة طحينة يعني رشة وعلى وشها فيكم قلوبات فيكم اذا بدكم تعملوها اقتصادية تقلوا خبز كمان تقلوا خبز وتكسروه وتفرشوا خلص صح كمان كثير صح بيفتح النفس بيفتح النفس انا كثير مبسوطة هلا لانك صايمة وريقك عم يشط انا شايفتك كيف ريقك عم يشط يلا 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 احلى شيء اكثر شيء ريحة البطاطا المقلية عن جد رمضان كمان البطاطا والشوربه والتصقيه بسم الله سمح سمح اسا اسا عم يركيني لتحمر لحالها بس تحمر ما بتنقرا ايوه لحتى تحمر يا عين على ريحه البطاطا المقليه امي الصايم بشب كل شيء هيك جاع اي والله هذا كان مشوار عليك عم اقول لك انا رح موت من الجوع المره هلا دار ولا لقمه معك حق ولا دواء ليكي ليكي ليلى باشت باشت المي تطلع ها ايه عن جد ليه؟ شفتي مع انه ما صفيتيها ولا حطيها ولا نقطة ليكي
هذا كله هذا هلا بينكب. هذه ميته ما بستعملها ليلى كبها مكان ها شفتيها شاطره بس حتى كلهم ياخذوا لون اكيد بعدين بنكب اكيد ها. تعال شوف هذه من هنا اجت انا ما حطيتها انا هذه ما حطيتها يا الله شو ببقوا مي كثير هذا هلا بدي كبهم انا شايفين طلع مي هلا ميات فكر ميات هلا بكبوا ماما هدول هلا لا ملح ولا بهار ولا شيء ابدا ابدا ها وين نسوا بس ابدا ماما لما بيكون معهم مثلا السوداء او القلب كمان لانه هو بتعرفي انت نفس الطريقه ماما هي ذاتها يعني نفس الطريقه ما في شيء مع قلبه سوداء نفس الطريقه دخلك مرت عمي بدي اسالك نعم بتتسحري شيء برمضان؟ لا دخيلك يا ليلى ليه؟ اذا تسحرت كثير بقضي انزعاج بالنهار سبحان الله انت هيك معوده 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 من الفطور للفطور هلا لك بالليل ما فقت اليوم هلا على الفطور لا على بكره الفطور اذا الله كتب لنا بتصدي امي انا بس اتسحر بجوع خلال النهار في كثير ناس في كثير ناس بتسحر بجوع شو كلامك صح بس تسحر بجوع كلامك صح اذا ما تسحرت عادي جدا ما كانه في شيء انا بحب السحور انا والله بحب السحور بحب فيه على السحور خاصه اذا باقي شوربه قبل بيوم بسخنه على السحور وخاصه اول كم يوم من رمضان في انشان اشرب قهوه وخاصه اذا في ملوخيه ورز بالعشيه صحن ملوخيه يعني على السحور عشان ما حدا يشرب اليوم تخيلي لا عن جد في مشان اشرب يا نسكافيه قهوه لانه راسي بيوجعني فاول خمس ايام بعدين بتصير عاديه ولا نسكافيه ولا قهوه ولا شيء الا اذا رحت على مرت عمي يلا الله الله يمرقوا على خير على جميع امه محمد يا رب العالمين يلا شو بكره عم يطلع هالقهوه هلا عمو ليلى حبيبتي بدنا نحطهم بالمصفيه دغري لك بدنا نكب المي يلا بسم الله وطي ايدك وطي بسم الله برافو عليك حطي المقلي على الغاز ليلى دغري برجعها دغري مثل ما هي وهدول حطي بارض المجلس يا شاطره خلي صف ما بغسلهم لا خلص خيهم خليهم خلص ليلى عم حبيبتي جيبي قطعه زبده اذا بتريدي ما بعمي هيدي بتكفي خير الله حطي اياه خير الله بسم الله يا شاطره برافو عليك هذا ملعقه طعام ممسوحه صحيح صحيح ها عم حبيبتي بتغيري لي ملح ملح سبع بهارات قرفه ناعمه ندفه رشه صغيره حبيبتي انت بس والدبس الرمان والثوم يا شاطره ماشي يا شاطره انت يلا جيبي يلا سمي بسم الله وطي ايديك بسم الله مشان ما تطلع شيء عملي وطي ايدك وطي يا شاطره برافو عليك يا شاطره ها خذي مصري صح عمو حبيبتي الملح اذا بتريدي قبل كل الملح ملح هذا الملح رشي بس بس يلا السبع بهارات رشة ملعقة صغيرة تقريبا شوفي هلا بس بس يلا قرفة قرفة رشة صغيرة اصغر من هوليتي بسم الله بس يلا. شو بيسموا القرفة بالخليج؟ هلا هو في ناس بتقلها السينامون في ناس بتقلها دارسين بالعراقي دارسين بالعراقي لا دارسين القرنفل انت السادة لا القرفة صحيح بالخليج شو بيسموا امي بتعرف شو بيسموا بالخليج القرفة؟ شو بيسموا؟ قرفة قرفه بس بيمشي الحال اعواد القرفه يا مرت عمي اللي ما عنده مطحون ايه في نشلح وعود بقلبه عود قرفه في نشلح وعود قرفه بقلبه حكيت في ناس تعيط لامي قرفه ليلى اذا عندي ورق اذا عندك ورق غار عمو حبيب تعطيني ورق اذا بتريدي ورقتين كم ورقة غار؟ تنتين وحده تنتين يا شاطره يلا هيري للثوم بقى والدبس الرمان بعد ودبس يلا ها يلا هذا الثوم انا فرزته كمان صرت ايدي انه انا فرزت الثوم والتفريز حاجه تشوفي لحالك انك فرزتيهم بس ليك عن جد فهمنا وحياه الله بحب في دنيا مرت عمي انه ليكو قد ايه سهل وما بيجمد منعه عمو حبيبتي منعه بس خلص منيحه؟ ايه انا شفته يعني ما عذبني مع انه كان بالفريزر هلا مباشره برده على الفريزر صح وطريقته اني بس بفرم الثوم مع شويه ملح وزيت زيتون بالفرامه الكهربائيه مرطبين ازاز وعلى الفريزر بيضل سنتين وجبت ملعقه جديده مشان الدبس الرمان هذا الدبس الرمان اللي عملناه بالضيعه يا مرت عمي انا وابن حسين دبس رمان غير شكل ترقبوا باذن الله الصيفيه هي كمان رح نعمل موني غير يعني هذا صافي 100% مشان هيك بدك تنتبهي اذا كترتي كنت تطلع حامضه كثير لانه نظيف خذي بس ملعقه هلا ملعقه طعام وانتوا وحراسي الملعقه تكون ناشفه ليش تبوا على طول انا بقول هيك اشياء تكون ملعقه ناشفه ماشي ما شاء الله شو هذا يغزل عين
اسمه دبس رمان. دبس. ما شاء الله دبس العين ما شاء الله. هذا أمي أسانس. أسانس. ما شاء الله. حمض قلبي هلا على الصيام. آخ يلا هلا هلا يلا وقلا وقلا يلا وقلا يلا يلا. يلا. نحط عليهم يا دوبيو دوبيو نحط عليهم المي دوبيو ومندوبهم صح ما دي عم تيجي شكرا دبسات يا مرت عمي ما شاء الله يغزى العين لا لا كثير شد علي بالغلي كانت المرحومة امي الله يرحم امات من كل العالم لما تغلي دبسه رمان وتعمله وقت الكب القنينه هيك ينزل مثل العسل لحاله ينزل دبس بشهري صوت 100% 100% يلا يلا وطي ايدك وطي وطي ايدك يلا يلا يا هلا شموا الروايح شموا شموا الروايح يلا اوه طلعت الريحة قولي كمان رح ننزلهم لك نزلهم يعني هلا ما نشيلهم ها هلا هلا هيدي قلبه بيكون عم يعمل هقبة يا عين يا بطاطا مقلية بطاطا مقلية انا بفضل انقع كيس حمص بالبيت مشان التسقيه ما شاء الله لانه برمضان كثير بنعمل تسقيه فبنقع كيس حمص وبسلقه سلقه وحده وبعمله الاكياس وبحطهم بالفريزر مع انه الفريزر بيعرفني انه انا ضد التفريز بس الحمص حتى ما اجيب معلبات وزوجي كثير بحب التسقيه برمضان فضلني استهلك حمص رح انقعهم وبسلقهم على بكره او عشيه هذا ملك السفرة البطاطا هذا ملك السفرة ما بعرف اعطيني اعطيني خرطة اعطيني خرطة يا حرام عليك نصيبك بالجنة اللهم اني صائم نصيبك بالجنة انا القلب مقلي اطيب ليلى هلا كل شيء مقلي اطيب لكن هدول الصايم اطيب كل شيء مقلي اطيب ما تقولي لك هن خبز للصايم اطيب صحيح بس بالفطار بتمرقيه بالفطار صح بس انا كنت حمص الخبز بمقلية تيفال حطه وحركه بملعقة على الناشف ايه بملعقة خشب صح مثل كأنه منشوي شوي او بحطه بالميكرويف بدخله على الميكرويف بس المقلي عم شبرنا بالحكي المقلي غير عكيد عكيد صايمين ناكل كل شيء ناشف من عدا شيء قلبنا ناشف من عدا شيء قلبنا ناشف تعرفني داخل قلبك يا مرت عمي هلا بدنا نملح القريدس نحن بنحب القريدس بس انه مملح مثل البطاطا المقليه بتحبوا انتم فيكم تغمسوه بالبيض كعك بيض طحين كعك مثل لما بنعمل الناجتس او الكريسبي كمان بيطلع كتير طيب بس نحن بنحبها هيك نحن كيف بناكله بالمطعم هلا حسب انت كيف بتطلبه بتطلبه مثل الناجتس ولا بتطلبه بس مقلي مثل البطاطا بسم الله يلا مع حبيبتي عمو اسمعي من ده عبي الكفتيله يا خاطره فانت ايوه طب شوف يلا ها وطي ايدك وطي وطي برافو عليك ما شاء الله ها بدهم بين الدقيقتين ونص وثلاث دقايق وبينرفعوا والا بيشدوا بيصيروا مثل كوتشو دقيقتين وثلاث دقايق وبينرفعوا لجيب لهم صحن يلا مرت عمي رح ارفع القريبس استووا اسم الله يغزل شيلي يا عمو حبيبتي كثير غاز علي ما شاء الله يغزل العين بسم الله الرحمن الرحيم ماما شو عم تعملي شو عم تعملي هلا ماما عم بعمل الطحينه واللبن للتصقيه بسم الله في ناس بتحط لبن لحاله وفي ناس بتحط طحينه لحاله امي حبيبي انت كله طيب بس انا بلاقي اللبن وحده والطحينه وحده ما طيبه الا مع بعضه 100% انا بحب الاثنين مع بعضهم صح ها ليلى حبيبتي نتفه سبع بهارات اذا تريدي نتفه حال نتفه ملح يلا لكن انا ما بقى لوقت القديم الا وقت قصير نحن بنحب الشوربه سخنه واكيد كل الناس بتحبها السخنه اكيد اكيد فبعملها قبل القديم بشوي صغيره لانه ما بتاخذ وقت هي مكعبات مرق دجاج وشعيريه وفطورنا اليوم مثل ما شفتوا هي القوانس والريدس وسلطة الزوبع والتصقيه يعني عم ببلع عليه وملكت السفره زيتيه وملكت السفره البطاطا المقليه هي لابد منها وقديش انا بكون مبسوطه لما بتكون مرت عمي عنا على الفطور كثير بكون مبسوطه العائله كلها بتكون مبسوطه اولادي وزوجي وانا نتروحن فيها مرت عمي ربطني كل رمضان عنا الله يطول بعمرك وعمر اولادك وعمر زوجك وعمر مشاهدينك يا رب ان شاء الله افطار شهي يا رب يا رب العالمين الله يتقبل من كل حدا عم يحضرنا ومن كل الصايمين وان شاء الله
افطار مقبول، افطار شهي ورمضان وصيام مقبول ورمضان كريم. وهنا بينتهي الفيديو تبعنا لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو. وبدي احكي شغله بخصوص القرايدس والخيط الرمل يلي بيجي على ظهره. هذا نحن شلناه بالكيردون بس نسينا نصوره، يعني سهو راح تسوي. ان شاء الله قريبا جدا بجيب القرايدس وفرجيكم كيف منشيل خيط الرمل من ظهر القرايدس. كتير سهلة وما بدها أي عذاب. فآخر شي بدي أقولكم أني بحبكم كتير ونلتقى بفيديو جديد بإذن الله. وصفرة ولا أحلى من هيك، ولا أحلى من هيك، ولا أشهى من هيك. إيه والله. وكتروا لك كومنتاتكم الحلوة لمرت عمي. ومرت عمي بالسهرة بتقعد بتقرأ كل كومنتاتكم، كلهم كلهم وحدة وحدة. إيه والله. وبتنبسط كتير على كلامكم. إيه والله. يلي أحلى من الحلو. يا أحلى عيلة بكل اليوتيوب. أنا كتير بحبهم. ليلى إيه والله العظيم بتحبكم كتير. باي.